السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حريق هائل بمغلق خشب في الشرابية. هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر، بس نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شهدت منطقة الشرابية حريقا مروعا في أحد مخازن الأخشاب المجاورة لخط السكة الحديد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في الهواء، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، كما انتقل القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة للسيطرة على الموقف، ودفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تواجدت سيارات الإسعاف في مكان الحادث تحسبا لوقوع أي إصابات. تجمع عدد كبير من الأهالي عند موقع الحريق لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من محتويات المخزن بتاع الأخشاب وسط انتشار كثيف جدا للدخان والألسنة من النيران بمنطقة الشرابية. يا رب سلم. طبعا منظر رهيب، والنيران مولعة كده في مخزن خشب بالكامل. وطبعا ده كان الخبر بتاعنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.